تترقب عشاق الساحرة المسيرة في مواجهة قوية وصعبة في الجولة العشرون من الدوري السعودي بين فريق الاتحاد والنصر، في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد الديربي القوي بين الاتحاد العملاق والنصر السعودي القوي. ملعب الذي يستضيف المباراة ملعب كينغ عبدالله سبورت سيتي بجدة. أما توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 28 دقيقة بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 27 دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة 26 دقيقة بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة القوية اليوم، قناة SS Sport HD 1 بتعليق سامي معيفري، سوف تجدون رابط البث للمباراة في أول تعليق أو في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق الاتحاد أو النصر في هذه المباراة؟